مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل. دلوقتي جه ميعادنا مع فقرة هنشوف فيها مجموعة جميلة جدا من الأكسسوارز المغربية اللي بتتميز بأشكال غير تقليدية. الغريب ان مصممة الاكسسوار اللي معانا واللي هنستضيفها النهاردة هي في الأصل دبلوماسية، لكنها فضلت انها تسيب الشغل في السلك الدبلوماسي وتتجه للاكسسوارز او انها تبقى اكسسوارز ديزاينر. النهارده معانا الدبلوماسيه السابقه ومصممه الاكسسوارز المغربيه الاستاذه هند سكندي خليفه. هند منوراني. ميرسي يا مروه. احنا عمالين نقول الدبلوماسيه السابقه موضوع كبير قوي. عايزين نعرف بقى ازاي من السلك الدبلوماسي لاكسسوارز ديزاينر، الموضوع جه معاكي ازاي؟ هو جه بالصدفة حقيقة يعني، بس السلك الدبلوماسي كان حاجة يعني جد شوية، وكان برضو انترستنج، في واحد بيمثل بلده بيعرف حاجات كتير، بيتعلم حاجات كتير وكده. بس بعد كده موضوع الاكسسوارز ده يعني جه بالصدفة تماما، دخلت في الموضوع عجبني جدا، خدت كورسات وكده وجبت حاجات مغربي ودخلت عليها حاجات يعني احجار كريمه، حاجات من هنا، وبتهيألي ادت حاجه حلوه يعني في الاخر الحمد لله. طب قولي لي امتى قررتي ان انت هتبقي اكسسوارز ديزاينر؟ يعني ايه مثلا مسكتي حاجه في البيت فركبتيها على بعض فقلتي لا ده انا موهوبه فانا اتجه بقى للمجال ده، ولا الموضوع ولا حد شجعك؟ هو في الاول طبعا جربت حاجه مره بالصدفه، جربت حاجه عجبتني. تفتكري ايه اول بيس عملتيها؟ في البيت بقى مش هنا. حاجة فيري سيمبل عادية، وبعدين جربت بحاجة مغربي دخلت عليها حاجة يعني من هنا مصري، فعجبتني الميكستشر دي وخلاص ودخلت في الموضوع وكملت. طب هند انت اصلا مغربية، فاكيد انت طبعا الاكسسوارز اللي احنا الجميلة اللي احنا شايفينها دي شغل مغربي. عايز اعرف ايه الفرق ما بين ستايل الاكسسوارز المغربي عن ستايل الاكسسوارز المصري، ايه الاختلاف؟ هو طبعا في حاجات مغربي تيبيكال مش موجوده غير في المغرب، زي الشريطه دي اللي هي السفيفه، اصلها جايه من اللبس المغربي. اسمها سفيفه. سفيفه سفيفه سفيفه، هي بتتركب في القفطان وفي الجلابه المغربي، يعني حاجه ليها علاقه باللبس. فدي انا خدتها ودخلت عليها احجار كريمه ودخلت عليها كده حاجات تانية، وبقت حاجة مختلفة يعني، ولا هي مغربي ولا هي مصري، يعني حاجة كده في النص. ميكس بس يعني عملتي ميكس ما بين الستايلين، بحيث ان لو موجودة في مصر الدنيا تبقى حلوة يعني، الناس تعرف تلبسها او تتعامل معاها. طب قولي لي ايه اكتر الماتيريالز اللي انت بتحبي تستخدميها؟ في حاجات كتير، في حاجات جولد بليتد تبقى حلوه زي الحاجات اللي هناك دي. طب احنا خلينا نشرح بقى الحاجات الحلوه اللي معانا دي بالوانها الجميله. ميرسي بجد، الوانها ملفته للنظر جدا، انت عامله اورنج وعامله جولد وعامله بيربل، ويعني وبعدين حاجات مختلفه يعني. خلينا نبدا بدي كده اللي هي السودا اللي فيها جرين ويلو. دي بريسلت، دي الحاجات اللي انت شايفاها دي ملونه، دي اصلا هي زراير. اوكي، يعني زراير في اللبس المغربي، فطبعا الوانها حلوه على الاسود، وتحطي عليها تشارمز فبتدي حاجه يعني مختلفه في الاخر. اوكي طيب خلينا نتكلم عن الجولد اللي هناك دي. الجولد اللي هنا دي اسمها واحدة. ايه؟ سفيفه. سفيفه سفيفه جولد. دي بقى برضو ليها قصه. الجولد بالذات مختلفه عن الحاجات التانية زي الاسود والالوان التانية. ايه بقى دي الفرق؟ زمان كانت بتتعمل من خيوط الذهب. يعني وهم في مصنع الذهب بيصنعوا حاجات، في حاجات كده يعني بتنزل من المكان بتاع الذهب خيوط رفيعه، الخيوط دي بيصنعوا منها الحاجات دي. فطبعا حاليا ما بقتش ذهب يعني بيور، بس في منها بس بيبقى غالي جدا وقليل، وده هو ده الاختلاف ما بين الذهبي على الالوان الثانيه. ودي الورده الحمراء اللي في النص دي مورغان. ايوه، وفي كمان اللي بالاورنج والجرين السيلفر، وعامله عليها اورنج وجرين. دي اللي جنب العلبه على طول. دي برضو بنستعملها في اللبس المغربي، بتستعمل في الهود،
الكور دي، فانا حطيت الوان كده لايقه على بعض على سلسله سيلفر، حاجه كده شبابي دي خفيفه شويه يعني كاجوال اكتر. يعني في حاجات كاجوال وفي حاجات كلاسيك. ممكن نلبس مثلا لو عندنا اوكيجن او حاجه سواري، ممكن في حاجات ممكن نلبسها فيها. طيب خلينا نتكلم عن دول. دول بتهيالي فورمال اكتر او كلاسيكيين اكتر؟ لا دول نوعين، يعني في حاجات اللي هي يعني ذهبي اكتر بتبقى مينلي الحاجات الكلاسيك شويه. الحاجات اللي هي زي الفضه زي اول واحده اللي هناك دي، دي حاجات بربري بيعملوها البربر في المغرب، في منها سيلفر وفي منها يعني هي ميتال عادي بس لونه ما بيغيرش اكنه سيلفر بالظبط. وكمان احلى حاجه فيها القيمه بتاعتها انها هاند ميد، يعني يعني كل حاجه، يعني لو مثلا عارفه الكره اللي هناك يا مروه اوكي دي يعني كل لفه كل حاجه بتتعمل بالايد. طب انا عايزه اتكلم معاكي اكتر عن الاكسسوارز، انت بتقولي اكسسوارز بربر بربر ايه بربر بقى؟ يعني ايه الاختلاف او ايه الفرق يعني؟ الفرق انه الحاجات اللي جولد بليتد ذهب ده حاجات يعني تيبيكال مغربي بس ذهب، يعني ذهب ممكن تبقى جولد بليتد ممكن تبقى ذهب يعني حقيقي. ودي من الحاجات العادية يعني كل الناس ممكن يلبسوها، ولكن الحاجات التانية بتبقى متخصصة عند البربر بس. يعني هم مينلي اللي في الـ في الـ في الجنوب زي اللي احنا شايفينهم كده دلوقتي اللي هي زي اول واحدة دي اللي نازل منها الجراي دي من يعني من اكتر الحاجات اللي بتميز الشغل البربر. وهم معروفين البربر من زمان بموضوع الاكسسوارز، يعني عندهم الموضوع ده مهم جدا. يعني لازم يبقى فيه لبس معين ويبقى فيه الاكسسوارز دي، والمعروف انهم بيلبسوا كل حاجه، معرفش دي عاده ولا، يعني بيلبسوا كل حاجه يعني مش مفرد. يعني لو بريسلت لازم اتنين، لا لازم اتنين. لو اي حاجه بروش لازم اتنين، واحده هنا واحده هنا. طب ايه الفكره بقى؟ اكيد انت تعرفي اكتر. يعني هم تقريبا يعني عادات وتقاليد مثلا، ممكن هي عادات وتقاليد طبعا، وفي نفس الوقت يعني هم يعني ليه مزوج مش 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 فردي. يعني زي البروش، الفكره ان البروش مش زينه. هم بيلبسوا يعني فوق اللبس بتاعهم بيلبسوا حاجه زي يعني قماش كده على ظهرهم وبيثبتوه بحاجتين. اوكي. يعني بروش واحده هنا وواحده هنا اللي هي الفيبولا. وشبه بعض، هم زي بعض بالظبط. لازم يكونوا شبه بعض ونفس الحجم وكل حاجه. وبس فمن هنا جه الموضوع انه بيلبسوا حاجتين يعني، فحتى في البريسلت نفس الحكايه، فدي حاجه عندهم معروفه يعني. طب خلينا نتكلم بقى عن الالوان، ايه اكتر الالوان اللي محببه في المغرب، او ان حسيتي ان في كومن حاجه مشتركه ما بين مصر والمغرب في الالوان؟ هو طبعا اليومين دول الوان يعني الجريئه شويه هي اللي بتبقى محبوبه اكتر. يعني زي التركواز زي الفوشيا زي الاصفر الاخضر الاورنج الحاجات دي بتبقى يعني اليومين دول انفاشن اكتر. دي حاجه كومن متهيألي في البلاد كلها ما بين مصر وما بين المغرب. طب قولي لي بقى الافكار بتجيلك منين؟ يعني انت دلوقتي مثلا عايزه تعملي اسمها سفيفة لازم احفظها. سفيفة. طيب السفيفة دي مثلا والحاجه اللي انت حطاها فيها دي تاخد منك وقت قد ايه عشان تعمليها؟ هو كل بيس على حسب الـ يعني شغلها على حسب الماتيريال اللي فيها، في حاجات بتخلص بسرعه وفي حاجات بتاخد وقت. يعني فما فيش رينج معين، يعني هو كل حاجه ديبندنت. يعني في حاجه شغله يعني زي الجولد بليتد اللي هناك دي، الجولد بليتد وايت الابيض فيها اوكي دي بتاخد وقت شويه طويل. قد ايه تقريبا؟
يعني الوقت الطويل بالنسبه لك في اي بيس سواء نيكلس او بريسلت او اي حاجه تقريبا بيبقى قد ايه؟ يعني ممكن ياخد لغايه يعني ساعه ونص او ساعتين. ده الوقت كتير بالنسبه لك؟ انت كويسه قوي. كتير. انا قلت يومين ثلاثه بس. لا 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 مفيش الكلام ده، يعني هو بالساعات. يعني في اليوم الواحد ممكن تخلصي كذا بيس. كذا بيس بس. هو طبعا على حسب يعني المود، ساعات أكيد. ممكن اشتغل حاجات خمسه سته، ساعات واحده او اثنين. فيعني طب في حد بيساعدك بقى في الافكار؟ يعني بتستشيري حد مثلا؟ طب انا هعمل كذا، هحط لون كذا على كذا، هل ده هيبقى حلو؟ ولا بتعمليه من دماغك وبناء عليه خلاص الناس بتبقى معجبه بيه؟ هو غالبا من دماغي يعني زي ما شايفه الديزاين بيطلع كده كل مره حاجه مختلفه يعني. طيب ايه اكتر الالوان اللي بتحبي تعملي لها ميكس مع بعض؟ يعني بالنسبه لشخصيه هند يعني. لا هو انا بحب اجرب كل حاجه. يعني مدام لونين لايقين على بعض او ثلاث الوان لايقين على بعض ممكن اجرب اي حاجه تمكسيهم مع بعض. يعني ما فيش حاجه معينه بحبها، وكمان في ناس كل واحد بيحب حاجه مختلفه عن الثاني. فيمكن في حاجات انا عاملاها انا مش هلبسها، عارفه، بس في ناس ممكن تحبها. يعني انت بتعملي حاجات بالاوردر، اول ما حاجه بتطلب منك بتعمليها؟ لا العكس، انا بعمل حاجات. بتعملي الحاجه وبعدين الناس بتشوفها؟ الناس بتشوف. طب بس لو حد طلب منك حاجه ممكن تنفذيها له زي ما هو عايزها؟ ممكن، بس لازم اشوف انها لايقه على بعض. يعني ما ينفعش اعمل حاجه اشوفها في الاخر مش هتطلع حلوه، مش هتبقى ظريفه، فبتقولي له مثلا او بتقولي لها اللون ده مش هيبقى حلو نجرب ده بدل ده. طيب خلينا نكمل شرح على الاكسسوارز الجميله اللي قدامي دي. هو ده حلق اللي في العلبه؟ اللي في العلبه حلق. طيب قولي لي ده، يعني خلينا نوريه بس للكاميرا كده. ده لونه سيلفر. انا مش شايفه. هو الحلق اللي في العلبه الحمراء دي، الاحمر ده. ما هو ده الشغل البربر اللي بيعملوه يعني بالايد. اوكي. ده في منه احجام مختلفه. اوكي. انت عامله الحجم الكبير صح كده؟ في كبير وفي صغير برضو على حسب الاذواق. في ناس بتحب تلبس حاجات كبيره وفي ناس بتحب حاجات يعني اصغر. اوكي. ففي الاثنين. طيب خلينا برضو نتكلم عن النيكلس الحمراء دي. ده دي اللي هنا اهي. ايوه. دي زي اللي انا لابساها دي بس على احمر. هي عجباني فعلا، ملفتة للنظر. هي دي بتتلبس ممكن في المناسبات، على اللبس المغربي في الافراح اكتر من يعني حاجه مش كاجوال قوي، مش ما تنفعش ما تمشيش كاجوال. فطبعا ولون الزيركون الاحمر ماشي مع الشريطه الحمراء دي، فعشان كده حطيتهم مع بعض يعني. طيب هند قولي لي دلوقتي سعر الذهب ارتفع جدا، ناس كتير برضو بقت بتعيني عشان تروح تشتري ذهب، هل الاكسسوارز ممكن تغني عنه؟ يعني ممكن اجيب بيس حلوه واقول ان دي مثلا شكلها ذهب وانا رايحه اي مناسبه او اي حاجه؟ ما هو لو تلاحظي يا مروه دلوقتي الناس بقوا بيتجهوا فعلا كتير للاكسسوارز. واللي حابب حاجه كلاسيك او حاجه يعني بتبان انها قيمه قوي جولد بليتد. وحتى التصنيع بتاع الجولد بليتد هو شبيه جدا بالجولد، فطبعا سعره ارخص بكتير وشكله تقريبا شكل يؤدي نفس الغرض. يعني يؤدي نفس الغرض تماما. فمتهيألي اليومين دول في اتجاه للحاجتين دول اكتر، يعني اكتر من زمان يعني. اكيد. هند بشكرك جدا على الفقره الجميله دي وعلى الاكسسوارز الحلوه اللي احنا عرضناها، ويعني اكيد ان شاء الله تكوني معانا تاني. ان شاء الله يا مروه. ميرسي قوي. ميرسي. هند سكندي خليفه اكسسوارز ديزاينر. دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لكم مع مجموعه من الطالبات.